أسماء الجابر رح بتسمعنا أغنية أهل المغنى للفنانة فلة الجزائرية. تفضلي أسماء. ولا كل شي غنى طربا غنى طربا، المبنى أهل المبنى صاير عجبا، في مبنى ما له معنى ولا في أدبا، مو كل شي بيلمع ذهبا أبدا لا لا لا، ولا كل شي غنى طربا غنى طربا، المبنى أهل المبنى صاير عجبا، في مبنى ما له معنى ولا في أدبا، المبنى أهل الطرب إلن مكان وضاع الطرب، وأهل الطرب صارت تعاني، المغنى حياة الروح يشبي القلب المجروح، المغنى حياة الروح يشبي القلب المجروح، المغنى حياة الروح يشبي القلب المجروح، المغنى حياة الروح يشبي القلب المجروح. كل شي غنى طربا غنى طربا، المبنى أهل المبنى صاير عجبا، في مبنى ما له معنى ولا في أدبا، المبنى فن أصيل اللي يعرف سر قليل، إن كان بالشرقي ولا الغربي ولا بالمواويل ولا التنهيل، ليلي يا ليلي يا يا أسمع. أسمع كل أسبوع بتختاري أغنية مميزة عن رفقاتك بالبرنامج وفعلا بتتميزي بالنسبة للجنة، شو قولك الليلة؟ ما أعرف شو ديك، نتمنى الأغنية تكون عجبت اللجنة إن شاء الله. نطلب من اللجنة تعطينا رأيها بأسماء. أربع أخضر كمان لأسماء. أستاذ عبد الله، الأغنية ديالك مزيان بزاف. ليش تضحكي رح انت كل وهي واو حضرتك قلت ايه بالضبط عشان نفهم؟ لا لا هذا اي يعني الاغنيه ديالي هو انا بطلب منك انت يا اسماء كده كده مش فاهمين منك حاجه كده كده مش فاهمين استاذ عبد الله. اي قلت لها بالمغربي ان الاغنيه بتاعتها اللي اختارتها حلوه كثير. اوكي طبعا انا جدا معجب باختيار الاغنيه، جراه انك تغني النوع هذا من الاغاني. وبس عندي سؤال صغير، يعني وانت تغنين انا طالعك او استاذ الياسي طالعك تضحكين وانت تغنين، وتغنين صح ما تغلطين، يعني ما بتغلطي لكن بتعيشي معانا. برافو برافو، كنت اليوم رائعه وختامها مسك. شكرا. اسماء انت بالنسبه لي النهارده انت كنت مبرمجه، عارفه يعني ابتدي دوستي على الزرار وقلتي الغنوه كلها كده سليمه ما فيهاش اي مشكله. بهنيك على اختيارك للاغنيه وبهني اساسا اللي عامل الاغنيه دي. بس كده مش ضروري نقول لك انت عارفه ليش اخذت الاغنيه، لانك قادره تنفذي العروبات السريعه. كتير صعب الانسان بهالسرعه هي يكون عم بياخذ وقته. بهنيكي وانت سوبر منيحه،
لأن صوتك حقيقة كمان في نظافة كتير وفيها شلال مثل شلالات جبل لبنان لما تكون نازلة بجزين هيك وفي الشمس ضاربة عليها. شكرا. شكرا. أنت كمغربية أول شيء عم تاخدي مخاطرات كتير كبيرة بالأغاني اللي عم تنقيها، ما عم تنقي أغاني فيها هيصة وطهيس وهيك، وتانيا أنه الجمهور لأنه منه مغربي ما عم بيتفاعل معك بذات القوة اللي وقتها يتفاعل مع حدا لبناني، هذا كمان شيء مميز عندك أنت أنه كيف عم تقدر تهدئ إجريك. بس بدي أقول للناس أنه أنت بهالبرنامج رح تكوني الشخص الغير متوقع للاستمرار، لأنه أنت هيك علس مثل ما بقوله ماشي بالبرنامج شوي 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 شوي، لأنه عندك شيء شيء كتير قوي محافظ عليه اللي هو الثبات بالمغنى، فظيعة. برافو عليك. برافو يا أسماء، من غير ما تقولي من غير ما تردي، برافو خلاص.